نحن بداية نحيي هذه الجماهير التعليمية الحاضرة بقوة إلى هذه المسيرة الحاشدة، وهذا تعبير صريح على أن الأخ مجمع بودحيم هو بريء من التهمة التي وجهت إليه، ومجريات الملف وحيثيات المحاكمة تبين بأن هناك إن في هذا الملف. فالمطالبة ب 20 مليار كتعويض هذا دليل على أن هناك ليس الهدف هو الردع أو الجزر، ولكن هناك خلفيات أخرى، وهذا هو الذي دفعنا إحساسنا بهذه الخلفيات منذ البداية، هو الذي جعلنا ككونفدرالية الديمقراطية للشغل نصدر بيانا تضامنيا مع الأخ مجمع بودحيم إقليميا وبيانا جهويا كذلك في الموضوع، وانضمينا إلى باقي رفاقنا في النقابات الأخرى إلى الوقفة الاحتجاجية التي ردمت أمام المحكمة. إن الحكم بهذه المدة وبهذه الغرامة هو حكم قاسي جدا لم نكن ننتظره. كان لنا أمل كبير على أننا القضاء أو المحكمة ستنصف الأخ مجمع بودحيم من خلال ما التناقضات الموجودة في الملف والتي عبر عنها هيئة الدفاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية موظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل المغرب مصطفى الشاطر، تحية الصمود والإباء، تحية تقديرية للشغيلة التعليمية في إقليم تارودانت، وكذلك الجهات سوس مسا اللي اليوم أبانوا على واحد الوحدة وواحد التضامن في هذه المسيرة الحاشدة اللي كتقول كلمة واحدة: لا للحقرة، لا لاستهداف أسرة نساء أسرة التعليم، لا لاستهداف أستاذ بوجمع بودحيم، تضامنا مع هذا الأستاذ في محنته. جميع النقابات وجميع الهيئات استطاعت ان تمثل الان فعلا واحد التلاحم ديال الشغيله التعليميه. تابعنا اطوار المحاكمه، مع الاسف ما نشتم في هذا الملف بانه هو استهداف للمدرسه العموميه، مع الاسف هذا ان الناس الذين تكالبت على هذا الملف وتكالبت على الاستاذ وتكالبت على المدرسه العموميه لا تريد خيرا لهذا البلد. لا يمكن ان نتصور ان الاستاذ يحكم بهذه الأحكام القاسية. نتأسف أن يصل القضاء إلى هذا المستوى مع الأسف. نتمنوا أن في المحاكمة الاستئناف، ونحن على ثقة بأن في القضاء ناس نزهاء، في القضاء هناك من عنده غير على هذا البلد. نتمنوا أن ينصفوا لنا الأستاذ بوجمع بودحيم وأن ينال الصرح ديالو. وتحية لقناة شوف تي في. هما كنجسدوا واحد المسيرة اللي انتهت بوقفة تضامنا مع الزميل ديالنا بوجمع بودحيم اللي هو ضحية ديال أحكام جائرة، اللي رغم ثبوت البراءة ديالو في مجموعة من الأدلة وفي مجموعة من الشهادات اللي ديالت المتهم، إلا أنه القاضي أصر أنه يتابعه في حالة اعتقال في البداية، ومن بعد يتحكم بحكم ديال 6 شهور نافذة و4 يعني مع حبس تنفيذ و 4 مليون سنتيم. هنا كان جينا هنايا لبينا الدعوة ديال التنسيق النقابي باش أننا نبينوا الدعم ديالنا والمؤازرة ديالنا للرفيق ديالنا، وكذلك باش نثبتوا لهاد الدولة بأننا حنايا أساتذة وبني راه مثبتين بالكرامة ديالنا، وما كتهمناش شي حاجة أخرى من غير الكرامة ديالنا وهي رأس مالنا، وبالتالي ما غاديش نتراجعوا حتى نحصلوا على الحرية للزميل ديالنا، وكذلك نضمنوا الكرامة النساء ورجال التعليم عامة. اليوم نحضر هنا على أساس أن القضية قضية تهم جميع نساء ورجال التعليم. حنا جينا على اساس نساندو صديق ديالنا اخ ديالنا مجمع بودحيم اللي كنعتبروه متهم بريء، وحضورنا في المحكمه وتتبعنا لاطوار المحاكمه والمرافعات كنا مطمئنين وكنا كنعتقدوا بانه غادي يخرج بريء، ولكن مع الاسف البراءه لم تكن، كان ما لم يكن في الحسبان. ونحن نساء ورجال التعليم نساند بكل ما نملك من قوة للدفاع عن هذه القضية، والتي اعتبرناها قضية ماشي إقليمية وإنما قضية وطنية، قضية الأسرة التعليمية. وهذه المسيرة ما هي إلا دليل وكتعبر على أن الكل متضامن مع هذا الشخص البريء. جات الأستاذات والأساتذة من جميع الأقاليم ديال الجهة، بل
بعض الجهات أخرى تساندنا وحضر مفوضون عنهم في هذه المسيرة وفي هذه الساحة اللي كنعتبروها اليوم ساحة التحرير، ساحة النضال، ساحة الصمود، ساحة التحدي، ومن خلالها ومن خلال الشعارات اللي ترفعت اليوم كنتمنوا البراءة تامة والصراح تام للاخ مجمع ابو تحيم اللي كنعتبره الى حدود الساعه بريء. احنا جينا المسيره اليوم كنطالبوا باطلاق سراح الاستاذ مجمع ابو رحيم لان احنا نؤمن بالبراءه ديالو وبانه مظلوم وبان كنعتبروا هذا العمل اهانه للنساء والرجال التعليم. هذا الاعتقال ديال الاستاذ باعتباره انه مظلوم كنعتبروها اهانه لنا كاملين كاساتذه وكنطالبوا باطلاق السراح ديالو. كذلك يعني بسن قانوانين لحماية رجال ونساء التعليم أثناء تأدية المهنة، أي الحماية من اخطار المهنة على غرار باقي الهيئات المهنية الأخرى. فلا يعقل أن بين عشية وضحاها الأستاذ أثناء تأدية مهني وأثناء مغادرة القسم يكتشف في الغد أنه أصبح متهما بتهمين واهية وملفقة. نتمنى أن الجهات التي تستعد يعني ترجع تجعل من الأستاذ عدو أن تنتبه إلى الخدمات الكبيرة التي يؤديها وفي ظروف قاسية، فرجال التعليم كما قلت سابقا يصرفون على هذه المهنة، فالأساتذة يصبغون الأقسام، يشترون الأدوات للتلاميذ لأن التلاميذ موجودون في المدارس العمومية، هم تلاميذ خصوصا في عالم القروي تكون أحيانا أبناء البسطاء وأبناء الفقراء، لا يقوون على شراء اللوازم المدرسية ويتطوعون الأساتذة من مالهم الخاص من أجل شراء الأدوات المدرسية. الأساتذة يقوموا باستنساخ الفروض من مالهم الخاص، الأساتذة ينسخون يعني الوثائق التعليمية من مالهم الخاص، وهذا هو ما يجب الانتباه إليه. فرجال التعليم ونساء التعليم يقدمون خدمات جليلة، ولكن للأسف الشديد هناك توجه لضرب المدرسة العمومية من خلال رجل التعليم. كما نوجه التحية إلى المنابر الإعلامية التي غطت هذا الحدث بحيادية تامة ومهنية، وشكرا للإخوان في شوف تيفي.